بكره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. لقاؤنا اليوم تحت عنوان مصر قادمة دائما وأبدا، الحياة بالأمل تحلى. مصر إن شاء الله سوف يرى العالم قيمة وقامة ومكانة مصر، ليس عربيا بل دوليا بفضل الله جل وعلا. مصر لا تملك جيشا مثلما يملك دول العالم، لكن مصر عندها جيوش. سلوا من يعلم مكانة وقدرة الجيش المصري، هذا الجيش الميداني الأول والثاني والمنطقة الشمالية، وهذا أسطول بحري، وهذه منظومة دفاع لا تملكها دولة في الشرق الأوسط، ولن تملكها دولة عربية، بل تفوقت على كثير من الدول. أصبحنا بفضل الله تعالى رجعت مصر إلى مكانتها عربيا دوليا. صحيح مصر لا تعتدي، التاريخ لا يسجل لمصر ذلة واحدة حدثت أن اعتدت على أي دولة، فمصر لا تحتل ولا تعتدي على أحد، كما أنها لا ترضى أن يعتدي عليها أحد. كلما أرادوا أن يسقطوا مصر فإن الله رافع رايتها. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر قادمة بشبابها وقيادتها الشابة التي ننتظر منها الخير. مصر قادمة بعلمائها، مصر قادمة بأطبائها، مصر قادمة بمعلميها، مصر قادمة بشبابها، مصر قادمة بقادتها، مصر قادمة بكل من هو محب لها. مصر سوف ترى الأيام القادمة بعدما كان سد النهضة منغص للحياة، وكل من لا يعرف تفكير مصر كان يقول لما تتكلمون عن ليبيا وإن الألم المؤلم سيكون من أثيوبيا. بالأمس أعلن مجلس الأمن الدولي أنه ليس من حق أثيوبيا أن تملأ السد دون الرجوع إلى مصر والسودان. كانت أثيوبيا تعلن أن بداية هذا الشهر من 1/7 سوف يتم ملء سد النهضة، بل إن البعض الذي لا يريد لمصر خيرا منذ شهور كان يقول المياه قلت في النيل. السبب قلت للمية عندنا، يقول لك أصل بدأوا يحجزوا المية في سد النهضة، في سد النهضة، وكأنهم بدأوا يملؤون السد، وهذا لم يحدث. وللأسف كثير من الناس كان ينشر وكثير من الناس كان يتكلم. بنتكلم طبعا إن مصر قادمة على المستوى العلمي، شايفين العلم سيكون عن بعد، وحسنا فعلت وزارة التربية والتعليم التعليم عن بعد، والجامعات والمدارس أعلنت بل بدأت تستعد لهذا الأمر. أيضا قرار جميل جدا جدا مصر قادمة بإلغاء السناتر، الدروس الخصوصية. أكيد لكل شيء ولكل قرار سلبياته، أيضا هناك إيجابياته. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر لا بد وأن نرجع إلى أهل العلم التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن معنا على الهواء مباشرة الدكتورة هدى أحمد، أستاذة بجامعة عين شمس. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام يا فندم، أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ أسعدتينا وشرفتينا بتسلم عليك. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. دكتورة يعني سمعنا عن قرار بإلغاء الدروس الخصوصية في السناتر، أكيد لهذا القرار بعض السلبيات بعض الإيجابيات، ماذا ترى هذا الأمر بوجهة نظر الدكتورة هدى أحمد؟ حضرتك بصراحة الدروس الخصوصية موضوع يعني من الموضوعات الشائكة اللي أنا ما أقدرش أخدها بمعزل عن السياق الاجتماعي والثقافي الذي توجد فيه. تمام. فلازم إن أنا أتناولها في ضوء المجتمع وفي ضوء بعض العوامل اللي أنا بقول عليها منظومة متكاملة من العوامل.
الدروس الخصوصية بترجع إلى أولا الأسرة، دور الأسرة إيه بالنسبة للطالب، بتتعامل معاه إزاي، بتفكر إزاي في موضوع الدروس الخصوصية، تمام. هل هو أهم بنود الإنفاق بالنسبة للأسرة إنها بتخصص جزء كبير من الدخل الشهري بتاعها، أو بتستدين علشان خاطر تدخل أولادها دروس خصوصية وبتجد إن ده فيه فايدة ليهم، تمام. وطبعا كده بتبقى وجهة نظر خاطئة تماما، لأن أنا لو لقيت النهاردة المعلومة موجودة في المؤسسة التعليمية اللي أنا بروحها، سواء المدرسة سواء الجامعة، يعني أيا كان، أنا لو لقيت المعلومة دي مش هخرج أجيبها من بره، تمام. برضه لقيت الحنان والدفء الأسري داخل أسرتي، مش هخرج بره أجيبه من أصدقاء ولا من رفاق. فإذا هنا لو أنا توفر ليا المعلومة داخل المؤسسة بتاعتي، داخل المدرسة بتاعتي، أنا مش هبحث عن سناتر، مش هبحث عن شيت هختصر فيه كل المنهج، ان انا هو ده اللي انا هخرج بيه من السنه كلها، اللي معايا مجموعه شيتات، يا دوب ان انا همتحن واحط هذه الشيتات وبعد كده انا ما استفدتش اي حاجه. طب وما دكتوره اي معلومه. دكتوره معذره عن المقاطعه، يبقى اذا حينما يعلن الوزير عن الغاء السناتر والدروس الخصوصيه، اذا لابد ان يتم توفير الماده والمعلومه عن طريق وزاره التربيه والتعليم. بالظبط كده، يعني تمام. حضرتك دلوقتي المنصه الالكترونيه اللي اتعملت للثانويه العامه اللي هي الثانويه دوت نت، تمام. المنصه دي اللي اشرف عليها البنك الاهلي المصري وهو اللي وفر استخداماتها، دي كانت يعني بامانه كانت فخر لبلدنا ان هي تعمل حاجه زي كده لطلبه الثانويه العامه. تمام. برضه البرامج التعليميه اللي بتبقى على القنوات التلفزيون برضه دي مفيده جدا. احنا ممكن قوي نعمل كل يوم المراجعه النهائيه لكل ماده على التي في، مش هحتاج لدرس، مش هحتاج لسناتر. طب معالي الدكتوره، يمكن الطالب، احنا عندنا طلبه يعني تحب التفوق والتميز، هل الطالب اللي هو عنده رغبه التميز بامكانه لو اتبع الاسلوب في الاسره والمنصه الالكترونيه والتواصل مع القنوات التلفزيونيه يقدر يحصل نفس الدرجه العلميه او يقدر يجتاز الاختبارات بنفس الكفاءه اللي هو كان بيقدر يصل اليها عن طريق الدروس الخصوصيه؟ ايوه يا فندم، انا هدي لحضرتك مثال، ان احنا زمان ما كانش في عندنا دروس خصوصيه ولا سناتر، ما كانش في شيء ناخده، احنا كنا بنروح الجامعه او المدرسه، الكتاب بس المدرسي اللي جاي من وزاره التربيه والتعليم هو ده اللي احنا بنتعامل معاه، هو ده اللي احنا بنشتغل عليه وبنلخصه وبنذاكره وبنمتحن وبنفهم، وكنا بنتعاقب وبنتشد. النهارده للاسف كل ده مش موجود، ومع ذلك احنا الحمد لله ناس كتير جدا طلعت، يعني ناس كويسه جدا في مجالاتها وفي تخصصاتها، طلعوا عباقره، بقى في قدره على الابداع. يعني لازم ابقى ادي الطالب الفرصه ان هو يعمل حاجه يكون له سقف للطموحات بتاعته، ان انا ابدع. تمام. لازم يكون مش بس بتلقي، مش متلقي واحط اللي انا يعني تلقيته في ورقه الاجابه، لا ده انا عايزاك تخرج عندي يبقى مخرجات هاخدها بعد كده في الجامعه، هاخدها بعد كده في سوق العمل، هتنفعني بعد كده ان انا اتعلمت حاجه، مش مجرد ان انا نجحت وبس. يعني الدكتوره هدى احمد مع او ضد الغاء السناتر والدروس الخصوصيه؟ لا معاها. مع الالغاء؟ مع الالغاء، لان لو حضرتك قلت لي السلبيات والايجابيات هقول لحضرتك الايجابيات هم حاجتين اتنين. اتفضلي. ان بيشعر ان هو في مأمن، انه معاه شيت في ايده والمدرس قال له الامتحان مش هيخرج عن هذا الشيت. تمام. ده اللي سمعته. وبعد كده برضه بحس ان هو بيبقى متنفس للطلاب ان هم يخرجوا ويروحوا السناتر، هيشوفوا زمايلهم اصحابهم، الدرس اللي عندي هاخده في ساعه هقعد فيه اربع خمس ساعات بره وهضيع من وقتي قد كده. طب ده بالنسبه للايجابيات اللي هم شايفينها كطلاب. السلبيات بقى ان انا ما بدوش فرصه هو يعتمد على نفسه، ازاي يبحث عن المعلومه ويدور عليها، ما بنميش عنده ثقافه ان هو يبدع وان هو يبقى عنده تنميه فكريه، لا ده انا بديله ثقافه الاستسهال، ان ده سهل عندك الشيت هتذاكره وهتجاوب، بعد كده يقول لك والله اما انا مش فاكر اي حاجه من اللي انا ذاكرتها، لانك ما تعبتش فيها، ما حصلتش على المعلومه بتعب وبمجهود زي ما كنا بنعمل حضرتك زمان. كمان هي عبء اقتصادي كبير جدا على الاسره. تمام. النهارده اللي ما عندوش امكانيات للاسف بيستدين علشان ادخل ولادي في السناتر وادفع ده واعمل حسابه ده من الصيف. طب يعني ليه كل ده؟ ما هو كل ده اعباء على الاسره، مش هتخرج لي مخرجات اقدر اقول عليها كفاءات. مش هتبقى كفاءات. دكتوره هدى احمد، انا عايز اوجه شكر لحضرتك ولكل اعضاء ملتقى المراه العربيه والدكتوره منى ابو هشيمه. شكرا. كل جزيل الشكر على ما تقدموه لجميع المحافظات من مساعدات ومن ندوات الكل بيستفيد منها. شكرا دكتوره هدى احمد. ده شكرا. دورنا، يعني ده دورنا كمواطنين مصريين ان احنا نوصل كل اللي عندنا من فكر ومن جهد، ان احنا ما ناخرش ابدا على بلدنا اي مجهود. انا شاكر لحضرتك، وان شاء الله مصر قادمه بالعلماء مثل حضرتك وكل مخلص وكل محب لبلد مصر. شكرا دكتوره هدى. شكرا لحضرتك. يمكن زي ما شفتوا
ان الغاء السناتر زي ما الدكتوره هدى قالت وانا سجلت وراها، ان هيكون فرق كبير جدا مع الاسر خاصه لمتوسطه الدخل، هيبقى عبء كبير جدا هيتشال من عنهم، هيرجع الطالب ان يعتمد على الله اولا ثم على نفسه، ويرجع الكتاب المدرسي. لكن برضه مطالب من السيد معالي الوزير التربيه والتعليم ان يرجع التعليم في المدارس، مفيش حاجه اسمها ثانويه عامه يغيب عن المدرسه السنه الثالثه بالكامل، حتى لو كان في خطه معده انه يروح يومين في الاسبوع مثل باقي المدارس، لكن يكون في عندنا خطه ويكون في دراسه على مستوى كل سنه. يمكن قلنا برضه في بدايه اللقاء ان مصر قادمه بقياده شبابيه جديده في كل المجالات. الان معنا على الهواء مباشره معالي الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا استاذ رمضان، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين جميعا. دكتور محمد، الشعب الفيومي مع قدوم حضرتك ومعالي الوزير الدكتور احمد الانصاري تكلم ان هيكون في تنميه حقيقيه في الفيوم وليس على ورق مثل ما كانت. عايزين نعرف من حضرتك ما هي اهم مشروعات التنمويه التي بدات او ستبدا قريبا ان شاء الله في محافظه الفيوم؟ يمكن في البدايه انا عايز يعني اشكر حضرتك على الاستضافه الكريمه، وان شاء الله زي ما معالي المحافظ وعد في مرات كتيره انه هيبقى ان شاء الله في تركيز على ملفات كتيره في المحافظه. يمكن اهم الملفات اللي بتشغل اهلنا في الفيوم مساله الصرف الصحي. احنا في التعاون ما بين المحافظه وما بين وزاره الاسكان فيما يخص التمويل اللي موفره البنك الاوروبي لانشاء عدد من المحطات الجديده وتوسعه محط عدد اخر واعاده تاهيل بعض المحطات. المشروع ده حاليا في مرحله يعني الدراسات الاستشاريه، المكتب الاستشاري اللي هو مكلف من قبل وزاره الاسكان يعني قرب ينتهي من هذه الدراسات. يمكن عدد المحطات ده هيعالج مشكله الصرف الصحي بشكل كبير في المحافظه. شغالين برضو في مساله تانية فيما يخص التوسع في انظمه الري الحديث، ده يمكن من المشروعات اللي احنا بدينا فيها من شهر مارس اللي فات. في بعض المواطنين او المزارعين في اكثر من مركز في طميه بدانا بالفعل في رفع مساحي وفي معاينه وفي البدء في تنفيذ مساحات من الافدنه في عزبه العسال في طميه. كان في لقاءات الفتره القريبه اللي فاتت مع اهالينا في يوسف الصديق على اساس توفير التمويل اللازم لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي في محافظة الفيوم لأنظمة الري الحديثة. احنا بنتكلم في تمويل محددة أو موفرة وزارة الري بدون فوائد للمساحات الأراضي أو المواطنين اللي عندهم رغبة في ده بدون فوائد لمدة سنتين. احنا يمكن حاولنا انه نوفر بديلين تاني للسادة المواطنين فيما يخص البنك الزراعي وفقا لبروتوكول ممضي ما بين وزاره الزراعه ووزاره الري بفائده 5%، يعني هو مندرج تحت مبادره البنك المركزي. عملنا لجنه مشكله من مديريه الزراعه ومديريه الري ورئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم والصندوق او الجهاز الصندوق الاجتماعي الصغيره والمتوسطه. تمام. باعتبار انه المواطن او المزارع اللي هو عنده الرغبه في تحويل للانظمه الحديثه يبقى عندي بديل واثنين وثلاثه على حسب المده اللي انا محتاجها وعلى حسب المساحه اللي انا ناوي اعمل لها تطوير لده. شغالين في على ملف التنشيط السياحي للمحافظه سواء في التنسيق مع وزاره البيئه والتطوير اللي بيحصل في منطقه الريان من الشلالات. يمكن وزاره البيئه استغلت الفتره اللي كان يعني بسبب جائحه كورونا وعملت تطوير وعملت كوبري يربط ما بين الشلالين وعملت ممر امن يعني يمكن المواطنين من الاستمتاع بالمنظر الشلالات والتحرك بشكل اكثر امانا. ده بالاضافه لانه احنا بندرس دلوقتي في مساله الاستغلال الامثل لمنطقه ميدان السوائي داخل مدينه الفيوم على اساس انه يتم تطويرها بشكل يتسق مع هويه المحافظه
ويحافظ على امكانيه يعني تمكن الساده المواطنين من دخول او يعني يبقى منفس ليهم المكان بدون رسوم للساده المواطنين الجزء الاكبر من المنطقه. شغالين برضو في كذا اتجاه تاني، سواء ملفات رئيسيه فيما يخص التصالح وملف تقنين اراضي الدوله، شغالين في مساله المدينه الصناعيه ورفع كفاءه الطرق اللي موجوده فيها وتوفير يعني الكهرباء اللازمه سواء للتوسعات او لتشغيل المصانع المتوقفه او استغلال القطع الغير مستغله في التوقيت الحالي. كنا في مجلس اداره من الاسبوع اللي فات فيما يخص المنطقه الصناعيه او المدينه الصناعيه، وفي كذا توجيه فيما يخص محطه الصرف الصناعي اللي هتتعمل في المدينه، وده يمكن هيبقى او من ضمن الموضوعات اللي احنا شغالين عليها لتطهير او لاعاده التوازن البيئي في بحيره قارون. شغالين في اكتر من اتجاه، ان شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى احسن، وان شاء الله هيبقى فيها شغل بشكل اكبر، ويبقى يعني نبقى عند حسن الظن للسادة المواطنين بمحافظة الفيوم ان شاء الله. دكتور محمد، يعني حضرتك اكدت في المكالمة ان السواقي هتكون مجانا الدخول. في جزء كبير من المكان، يعني احنا بنحاول دلوقتي بنضع تصميم يتناسب مع هوية المحافظة ونحافظ على يبقى المكان متسق مع كل المنشآت المجاورة للميدان. تمام. في جزء منها يبقى جزء اقتصادي بيبقى بيدر عائد للمحافظة عشان يعني يبقى نحافظ على استمرارية التطوير ونحافظ على الشكل اللائق اللي يليق بالمحافظة ويليق بأهلنا في المحافظة. هيبقى فيها طبعا في اماكن للجلوس واماكن ممشى على بحر يوسف مباشره. الاماكن دي هتبقى متاحه للساده المواطنين بشكل مجاني، واللي حابب ياخد خدمه من اي حد هيبقى مستاجر مكان مطعم او غيره، هيبقى الموضوع مش الزام، يعني يبقى ده جانب احنا هنحاول نقلل في المنشآت اللي هتتم عشان نحافظ على شكل السواقي ونحافظ على انه ده المكان اللي يعني يعتبر الافضل ويبقى متاح للناس بشكل ايسر يعني ان شاء الله. دكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معلش استفسار اخير لو سمحت. استفسار من بعض المواطنين بيقول لو انا عندي ارض اتواصل مع مين عشان اعمل الري بالتنقيط؟ في يعني السيد سكرتير العام المساعد بالمحافظة هو بيترأس اللجنة، وكيل وزارة الري عنده نفس التوجيه، وكيل وزارة الزراعة عنده نفس التوجيه، ممكن رئيس المدينة اللي هو تابع ليها يطلب منه بناء على الكلام اللي أنا عرضته على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، أو حضرتك يبلغ حضرتك وأنا هوجه حد يتواصل بيه، يعني حضرتك الكنترول عند سيادتك يبعت لي البيانات وأنا هخلي المسؤول عن الموضوع ده في المركز في اللي طالب التواصل نتواصل بيه ونشتغل معاه على طول. دكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، انا شاكر لحضرتك جدا جدا على هذه المداخله، بقدم شكر لحضرتك من كل شباب محافظه الفيوم، بعت رساله شكر خاص لسياده النائب على جهده وتواصله في الشارع الفيومي، شكرا لحضرتك. يمكن سيادة النائب الدكتور محمد عباد نائب محافظ الفيوم قال إن أي حد عايز يتعامل بالصرف الصحي عن طريق رئيس مجلس المدينة اللي هو موجود فيها أو وكيل وزارة الزراعة أو وكيل وزارة الري أو حتى يتواصل مع برنامج مع القادة وإن شاء الله يتم الأمر. شكرا دكتور محمد عماد على تلبية الدعوة. مشاهدينا الكرام، بنتكلم مصر قادمة، ما هي قادمة بمين يا جماعة؟ ما هي بشبابها. دكتور محمد عماد مش ابن من أبناء الفيوم، بس للأمانة من ساعة ما جه محافظة الفيوم له مجهود، وعشان كده يا جماعة بنقول الشباب، الدولة نظرة للشباب، الشباب لو لقي تمكين هتلاقي تفعيل، الشباب لو لقي اللي يثق فيه ويديله قيادة فعلا هيبدع. عشان كده بنقول مصر قادمة بشبابها، قادمة بعلمائها،
مصر قادمة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجيشها. معانا على الهواء مباشرة الأستاذ رمضان ربيع المتحدث الرسمي باسم الحاصلين على صنص الحقوق للتعليم المفتوح. السلام عليكم أستاذ رمضان. وعليكم السلام دكتور رمضان، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك، أسعدتنا وشرفتنا. ربنا يبارك فيك يا دكتور رمضان. اتفضل أستاذ رمضان. طبعا بداية أنا بشكر برنامجك المحترم، برنامج مع القاضي قناة الصحة والجمال، وبشكر شخصك الكريم الدكتور رمضان عبد الجيد حسن على مداخلة تمت مع معاليك يوم 22 مارس 2020، وكانت هذه المداخلة مناشدة لمعالي النقيب الأستاذ محمد رجاء عطية. تمام. الفقيه القانوني والمفكر الكبير، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب عقب نجاحه وفوزه بنقابة المحامين، وكانت هذه المناشدة لمعاليه ولكل أعضاء مجلس النقابة العامة بتفعيل القانون الصادر بقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 في الفقرة الثالثة مادة 13، والتي أجازت بقيد الحاصلين على لصنص الحقوق تعليم مفتوح المسبوق بالثانوية العامة. تمام. ولكن بعد هذه المناشدة فتواصلنا مع معالي النقيب الأستاذ محمد رجاء عطية، وتقابلنا مع سيادته بمكتبه بالنقابة العامة وبعض أعضاء النقابة العامة، وبالفعل تم بتاريخ 22 في تاريخ 23 من إبريل عام 2020 بأن أصدر سيادته قرارا بفتح القبول للحاصلين على لصنص الحقوق المسبوق بالثانوية العامة. وبالفعل ذهبنا للنقابة العامة واخذنا التأشيرة من معاليه، ثم ذهبنا إلى النادي النهري وسددنا رسوم الكشف الطبي، ثم بعدها توجهنا إلى مصلحة الطب الشرعي وقمنا بالكشف، ثم بعدها جاءت النتيجة وجهزنا جميع الأوراق الخاصة بالقيد، وبالنادي النهري سلمنا الأوراق وأخذنا سداد الرسوم. بعد أن سددنا الرسوم أخذنا إيصال هذه الرسوم والمكتوب فيه الاسم والصفة يا محامي، وبذلك يعني أستاذ رمضان عشان بس السادة المشاهدين تابعين معنا، أنت حضرتك كان في مناشدة في 22 مارس إنه بتطالبوا كل من حصل على تعليم مفتوح مسبوق بالثانوية عامة يتم تسجيله في نقابة المحامين، مش ده كان ده الطلب؟ بالفعل دكتور رمضان. ايه اللي حصل بقى؟ تم التسجيل بالفعل؟ بالفعل في تاريخ 22 مارس 2020 نشدنا من خلال برنامجك المحترم والقناة المحترمة ومعاليك السيد نقيب المحامين وأعضاء المجلس الموقر بفتح القيد للحاصلين على لصنص الحقوق المسبوق بالثانوية العامة تفعيلا للقانون المحاماة 147 لسنة 2019 في الفقرة الثالثة مادة 13. طب أستاذ رمضان في حد بالفعل سجل؟ في حد بالفعل سجل؟ بالفعل نحن حتى الآن سجلنا ما يقرب من 1000 خريج، وتم تسجيلنا بالفعل وسداد الرسوم، والحمد لله أخذنا هذا اللقب في إيصال السداد الاسم وثم الصفة محامي الحمد لله رب العالمين. واليوم ننتظر جلسة حلف اليمين وقد نزلت الكشوفات، وفي انتظار إن شاء الله جلسة حلف اليمين لأخذ الكرنيهات الخاصة لنا. ألف مبروك أستاذ رمضان ليك وللألف، وشكرا للقيادة السياسية، شكرا لنقيب المحامين، شكرا لكل إنسان وصلت إليه استغاثة فنفذ ما يجب عليه طبقا لتعليمات وأوامر القانون المصري. مصر قادمة، قادمة على استحقاقات انتخابية، يمكن قريبا يوم 11 القادم هيكون عندنا انتخابات مجلس الشيوخ. في ظل التوقيت اللي عندنا أثيوبيا وعندنا ليبيا، لو حبينا نفتح الملف ده أكيد بنبحث عن سياسي مخضرم متحدث يعرف ما يقول ومتى يقول، أكيد مش هنلاقي أفضل وأحسن من النائب البرلماني السابق أخي وحبيبي الأستاذ رجب هلال حميدة. السلام عليكم أستاذ رجب. وعليكم السلام يا أستاذ رمضان، ومتشكر لهذه الاستضافة، وتحياتي لحضرتك وللسادة المتابعين والمشاهدين. سيادة النائب، يمكن حضرتك أكثر منا إلماما بالشارع السياسي وإعلان الهيئة العامة للانتخابات عن بدء ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، عدد 300 منهم الثلث 100 تعيين، 100 قوائم، 100 فردي. سيادة النائب رجب هلال حميدة، كيف يرى انتخابات مجلس الشورى؟ أرى أنها كانت ضرورية، أي وجود مجلس الشيوخ كان وجوده ضروري،
لكي يصبح لمصر غرفتين للتشريع والمتابعة. تمام. خاصة وأن القرار الذي صدر في عهد الإخوان بفض أو إلغاء مجلس الشورى كان قرارا خاطئا. تمام. اثنين، أن مجلس الشيوخ وضع شروطا حاكمة لن يصل إليه بسببها إلا المتميزين، وأقلها أو أهمها أن يكون حاصلا على مؤهل عالي على الأقل. مؤهل جامعي، من شروط التقديم لازم يكون مؤهل جامعي. تمام. نمرة اثنين، التقسيمات ان هو يبقى فيه 100 بالانتخاب لنسري الحياة السياسية والحياة الحزبية والمنافسة في أرض الواقع، وأن يكون للجميع حقوق. تمام. 100 بالانتخاب الفردي و100 بالقائمة، وهذا يحدث في توافق بين الأحزاب، يمكن للأحزاب أن تشكل قوائم ائتلافية، ويكون هذا التشكيل أو هذا الائتلاف ائتلاف انتخابي وليس سياسي. يعني مجرد ما الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج، كل حزب ينفذ أيديولوجياته السياسية داخل البرلمان، والمئة الأخرى للسيد رئيس الجمهورية كحق دستوري للتعيين، وفلسفتها لكي يستطيع رئيس الجمهورية أن يجبر الكسر أو أن يجبر الخلل الذي أحدثته مثلا الانتخابات، وهذا وارد، فيختار المتميزين لهذا المجلس، مجلس الشيوخ. الهدف من ذلك كله أن مجلس الشيوخ ده هو مجلس العقول، مجلس العلماء، مجلس الاستشاري، مجلس الفكر للدولة عامة. نعم، الدولة تريد أن يكون هناك مجلس آخر يساعد البرلمان. البرلمان مهمته الرقابة والتشريع، ومجلس الشورى منزوع هذه الاختصاصات، ولكن يضم كوكبة من علماء مصر والمتخصصين يدرسوا برامج اقتصادية، برامج سياسية، برامج اجتماعية طبية، ثم يقدموا ده لمجلس النواب، وأن يكون هناك تعاون بين المجلسين. هذا أيضا فيه يؤكد أن النظام السياسي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يكون هناك مشاركة واسعة ومشاركة حزبية ومشاركة مجتمعية، بدلا من أن يكون برلمانا يضم 500 أو 600 نائب، هناك 300 آخرين بغرفة أخرى هي مجلس الشيوخ، تصبح هناك آمال لكل المواطنين خاصة الشباب والمرأة. هذا الذي أرى. فمجلس الشيوخ ضرورة لصالح الدولة المصرية ولصالح الحياة السياسية ولصالح البحث العلمي، لأنه سيضم كوكبة من أبناء مصر المتميزين، خاصة في من سيختارهم السيد رئيس الجمهورية بالتعيين، لأن معه مؤسسات وتتابع وتراقب، ستقدم لسيادته أفضل العناصر ليصدر قرار بتعيينها، فيحدث هناك توازن بين كل المنتخبين وبين المعينين، ويؤدي المجلس دوره لصالح الدولة المصرية والمواطن المصري. سيادة النائب، معذرة للمقاطعة، هل بالإمكان يكون عندنا مجلس شيوخ يدرس سياسة كل وزارة، بحيث في حالة تغيير الوزير ما يهدمش اللي حصل ويبدأ من جديد، يقول له كمل على اللي موجود؟ نحن نتمنى ذلك، لأن الوزير هو موقعه موقع سياسي شعبي. تمام. مش موقع أكاديمي. يمكن أن يأتي وزير غير أكاديمي ويكون وزيرا لوزارة ما. تمام. فيستعين بمجموعة من المستشارين معه في وزارته، فما بالنا لو كان لدينا مجلس شورى يقدم خططا ويقدم دراسات. وهذا قد حدث، أعيدك لأن سؤالك مهم، أن الدكتور عاطف صدقي كان في مجلس الشورى في اللجنة الاقتصادية. تمام. عضو في اللجنة الاقتصادية أو رئيس اللجنة الاقتصادية. كانت هذه اللجنة تقدم مشروعات للإصلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يحدث في مصر. الرئيس مبارك تابع هذا كله، وأخذ الدكتور عاطف صدقي بكل ما قدمه في اللجنة الاقتصادية وما قدمه مجلس الشورى بمسماه القديم آنذاك، واختاره رئيسا للوزراء لكي يفعل كل هذه الاطروحات
وكل هذه الحلول وكل هذه البرامج وكل هذه الدراسات، فاستفاد معه بقى وزير الاقتصاد ووزير الماليه ووزير التنميه، كل الوزراء تفاعلوا. تمام. الوزير الذي سيكون في موقعه بالطبع سيستفيد من دراسات مجلس الشورى، وستكون هناك لقاءات بين مجلس الشيوخ وبين الوزراء، كل في مجاله وكل في تخصصه، وفي النهاية هيحدث تفاعل كبير جدا، لأن مصر يا سيدي تتقدم للأمام، ومن أهم ما سيدفعها للأمام البعد عن الحكم الفرد والتشبث بالرأي، فالكل الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات، وسيأتي لاحقا المجالس المحلية أيضا، كل هؤلاء سينصهرون في بوتقة واحدة للنهوض بالدولة المصرية ومواجهة كل المخططات التي تحاك بها سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا. سيادة النائب، يمكن حضرتك بتقول مصر تتقدم للأمام، وعنوان حلقتنا مصر قادمة. أنا نعم. أنا على المستوى الشخصي أعرف الأستاذ رجب هلال حميدة، حديثه الشيق، أسلوبه الممتع، الإقناع. البعض في الشارع بيقول طب ازاي نعمل انتخابات في ظل أزمة سد أثيوبيا، سد النهضة، في ظل ما يحدث في ليبيا؟ عايز رسالة طمأنينة من الأستاذ رجب هلال حميدة وتحليله الجميل عما يجري في سد النهضة وعما يجري في ليبيا. طب ممكن مسعدون نتصل مع الأستاذ رجب هلال حميدة مرة تانية؟ معانا على الهواء مباشره الدكتوره رودينا ياسين، الخبير في شؤون دول حوض النيل. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتوره. سمعنا عما جرى في مجلس الامن بقياده الخمس دول الدائمه، امريكا، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، بالاضافه للعشر دول المنضمه اليهم، وكان الشهر الماضي بقياده فرنسا التي أعدت الملف، وفرنسا تعلم أزمة سد النهضة، وتولت ألمانيا الملف في هذا الشهر وتعلم أيضا مشكلة سد النهضة. كيف ترى دكتورة رودينا قرارات مجلس الأمن وما جرى اجتماع أفريقيا بخصوص سد النهضة؟ خلينا نقول في الأول أن سد النهضة أنا بأطلق عليه السد الجائر، السد الحائر عفوا، هو أحيانا بيبقى جائر ولكنه السد السد الجائر، لأن له مسميات كثيرة وأهداف كثيرة ظهرت من ساعة بداية الفكرة أو من ساعة ما تم تمريرها بعد اتفاقية عنتيب اللي كانت في 2010. تمام. برضو عايزة أكد على نقطة مهمة جدا، أن مصر تتعامل بشكل حكيم في إدارة هذا الملف، وعندها حرص شديد قوي أنها تشرك المجتمع الدولي في حل القضية. تمام. وده إن دل فيدل على أن مصر بتجنح للسلم في كل الأوقات رغم القوة، مع اختلاف كافة المصالح. خلي بالك كل دولة من اللي حضرتك ذكرتهم لها مصلحة خاصة، معذرة على المقاطعة، مع مصر أو في سد النهضة أو في أثيوبيا. معذرة دكتورة، مصر تجنح إلى السلم مع القوة الموجودة عندها. نعم. نعم، ما خلي بالك، ما هو احنا كنا نوصل لمجلس الامن يبقى احنا دوله بتجنح للسلم، ما هو لو هنتصارع يبقى ليه في موازين تانية للصراعات. تمام. انما احنا من مصلحتنا ان احنا نعتمد مبدا اسمه وين وين، اللي هو المصالح المشتركه. تمام. علشان ابني مصالح مشتركه ما ينفعش ان انا اهدد بورقه الـ يعني الـ الـ الحرب واعلان الحرب، لا ده انا لازم اخد كل الطرق اللي يعني اللي ممكن اقدر ان انا اوصل لها، المشروعه. نعم. تمام. وبعد كده احنا دوله محترمه، دولة محترمة لها يعني قائد محترم، فبتتعامل من خلال ما هو معلن، إنما اللي مش معلن يعني الأزمة كلها ظهرت مش في بناء السد. من حق أثيوبيا أنها تعمل مشروع تنموي، ومن حق أثيوبيا أن يبقى عندها مشاريع كبيرة تدعم التنمية عندها، ولكن مش من حقهم أن هم يعطشونا. تمام. من حقهم أن قطرة مياه قدر الله لها أن تمر بأرض مصر أنها تمنع عنها، وتمنع عنها عنوة وبالقوة، ده مش من حقهم. المشكلة كلها ظهرت في ملء السد وسنوات ملء السد. تمام. هي دي أعلنت وجه آخر. أنا من البداية في المقدمة قلت لحضرتك إن مسميات عديدة، كان اسمه سد إكسبرس والسد الحدودي وسد هايلا سيلاسي، وفي النهاية وصلنا وسد الألفية، وفي النهاية وصلنا إلى سد النهضة العظيم. بعد كده هو لتوليد الكهرباء أم هو للملء أم هو لورق الضغط ضد مصر؟
ما احناش عارفين لغايه دلوقتي بيبان المفاوضات، المفاوضات كل شويه بتصرح عن اشياء جديده لم تكن موجوده عند ارض الواقع. عشان كده مصر من البدايه اتفقت على معنى واحد، انها بتريد الخير لاثيوبيا، انها بتريد التنميه لاثيوبيا، ولكن ما لا نريده هو قطع المياه عن مصر. دكتوره رودينا، يمكن حضرتك وانت متخصصه في شؤون دول حوض النيل، شايفه ان مصر تعاملت ازاي مع الملف دبلوماسيا وتواصلها مع دول الجوار؟ برضو هرجع واقول لك نحن دوله محترمه، دوله يعني زي ما بيقولوا ايه، نمتلك اداره سياسيه دايره الموقف صحيح. احنا ما اتكلمناش في اي حاجه غير ان مصر بتعمل علاقات مع كافه الدول. بدانا بحاجه اسمها الدبلوماسيه الشعبيه، الدبلوماسيه الشعبيه دي بدات من ارض مصر. حضرتك احنا بقالنا سنتين او ثلاث سنين بالظبط كل عندنا تدريبات، عندنا اعداد القائد الافريقي، عندنا اعداد الكليه اللي معهد الدراسات الافريقيه اللي تحولت الى كليه عليا. احنا بدانا بالدبلوماسيه الشعبيه، احنا خدمنا كل من او احنا استخدمنا او تعاملنا او دربنا كل من اتربى على ارض مصر وفي حضن مصر. فبالتالي احنا بدأنا دول سفرة لينا، فمصر بدأت من عندها بمفهوم الدبلوماسية الشعبية، ولكن نحن نريد نشر الدبلوماسية الشعبية دي إلى ما هو خارج الحدود المصرية. تمام. وبالفعل احنا عملنا كده. مصر وطدت علاقتها بأثيوبيا من ناحية الاقتصاد، نسبة الاقتصاد أو الثروة التصدير نوعا ما بقى فيها نوع من الانتعاش. مصر وطدت علاقتها بإريتريا وجيبوتي لأن دي دول مجاورة لأثيوبيا. مجاورة لأثيوبيا. تمام. ودايما أثيوبيا بتعاني عقدة الدولة الحبيسة، الدولة التي لا تطل على أي مياه أو مجاري مائية، فبالتالي بتتعامل مع الدول الأخرى بنوع من الريبة والشك. عشان كده قررت أنها توسع دايرة علاقتها إلى ما هو أبعد من دول الجوار زي تركيا وأمريكا واليابان والصين، ونفتح القوس ونحط دول كتير قوي. تمام. فمصر دعمت علاقتها بهذه الدول، ولم تنسى أثيوبيا، ولم تنسى دول حوض النيل. السنة اللي فاتت كان فيه لما مصر مسكت ملف الأمن والسلم وقيادة الاتحاد الأفريقي، مصر صلحت أمور كتير جدا كانت في المنطقة، اتفاقية إسقاط البنادق، الدعم السياسي، جعل أفريقيا مركز الصناعة في على مستوى الشرق، على مستوى عفوا الدولة الأفريقية، حط شعار صنع في أفريقيا. إذا احنا دولة افعال، احنا ما اتكلمناش، احنا فعلنا، احنا دولة افعال. عشان كده كل ده كان من هدفه ترطيب العلاقات السياسية. ولكن في ناس بقى مصرة انها لازم توصلنا لمرحلة ان هي لازم يقطع المية عنك. طب دكتورة، انت شايفة ان مصر كانت شايفة تتعامل مع الموضوع واثقة من نفسها، عارفة ان السد مش هيتم ملئه من 1/7، وفعلا رؤية مصر كانت صادقة، وحدث ان فعلا لم يتم بناء السد حتى اللحظة. مصر لديها أوراق كثيرة يا فندم. مصر لديها أوراق كثيرة. أولا في 2002 كان في تقرير أمريكي على اختيار مكان السد. اختيار مكان السد ده، المنطقة دي بالذات منطقة معرضة للانهيارات والزلازل، وأي تقل عليها هيؤدي إلى هدمها. ده كان تقرير في 2002، وفي دكتور اسمه الكلام ده ممكن يراجع من دكتور اسمه عبد العال عطيها وماسك حاجه في الجيولوجيا، ودكتور احمد الشناوي كانوا محضرين او عندهم تقارير بالخرائط الجيولوجيه اللي كانت بتتكلم على اختيار مكان السد. تمام. احنا كنا بنتكلم في ازمه ثانيه خالص، ما كناش بنتكلم في الملء، احنا من 5-6 سنين كنا بنتكلم في اختيار المكان خاطئ. وبعد كده السد مبني يا فندم على أرض لا تقبله وشعب لا يقبله، شعب مقهور ومرمي في السجون ومهمش. إرادة ربنا يا دكتورة، دي إرادة ربنا عشان لصالح مصر إن شاء الله. ده كمان يعني حتى الناس دي لما بتتكلم أو بتعلن عن نفسها بتقولك من حقنا حتى يبقى السد اسمه على اسمنا. يعني قبيلة بني شنجول أو قومية بني شنجول الكبرى، أنت بتتكلم في 60 مليون مسلم، إزاي أعمل مشروع قومي ليهم واسمهم حتى مش عليه؟ يعني شوف الرفض وصل لدرجة إيه، ولكن هناك إصرار وتعنت على استكمال بناء السد رغم أنف الجميع. إن شاء الله ما هيتم. دكتورة رودينا ياسين الخبير في شؤون دول حوض النيل، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، يمكن كان معنا على الهواء مباشرة سيادة النائب رجب هلال حميدة، الخط فصل، كنترول لو تحاول تصل معنا سيادة النائب رجب هلال حميدة. السلام عليكم سيادة النائب. أستاذ رمضان وعليكم السلام. معلش معذرة الخط فصل. كنت بسأل حضرتك يعني إزاي نعمل انتخابات؟ البعض يقول
ازاي نعمل انتخابات وعندنا قلق في اثيوبيا وسد النهضه وما يجري في ليبيا؟ انا اعرف رساله النائب رجب بلال حميده لما يقولها للشعب المصري بتزيد طمانينه عند الشعب المصري. أنا كيف؟ انا هقول لحضرتك. اتفضل. اجراء انتخابات لمجلس الشيوخ خلال شهر قادم، ومن بعد ان شاء الله مجلس نواب ثم المجالس المحليه، في ظل كل هذه التداعيات والظروف المحيطه بالدوله المصريه غربا في ليبيا، جنوبا في اثيوبيا، شرقا في سوريا، ده يدلل على قوه الدوله المصريه اولا. تمام. يدلل على ان مصر دوله مؤسسات، يدلل على ان القياده السياسيه ممثله في شخص السيد رئيس الجمهوريه والحكومه المعاونه لسيادته للسلطه التنفيذيه ككل انحازوا للدستور. تمام. لم يوقفوا استحقاقا دستوريا ولم يوقفوا اي استحقاق دستوري. ليه؟ لانهم يريدون تدعيم دولة الدستور، دولة القانون، دولة المؤسسات. سيادة النائب، سيادة النائب أكمل بس معلش. أتفضل. حضرتك أتفضل. أنت سؤالك خطير جدا. أتفضل. فده يدلل قوة الدولة المصرية وثقة القيادة السياسية، فأن لدينا جيشا. تمام. قادرا على ردع كل من تسول له نفسه أن يفكر في الاعتداء على الدولة المصرية. لدينا شرطة باسلة استطاعت أن تؤمن الداخل تأمينا كاملا بالتعاون مع الجيش المصري. تمام. لدينا شعب قوي، شعب عاشق لهذا الوطن، شعب يحترم القيادة السياسية. فيا سيدي، عندما تقوم الدولة المصرية بتنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وأنها قادرة على مواجهة العدوان القادم إلينا من تركيا والقادم في ليبيا والقادم لنا من الجنوب، لا أقول أثيوبيا بل أقولها بصراحة وبقوة، إسرائيل. إسرائيل. إسرائيل هي التي تدعم رقم واحد سد النهضة. تمام. إسرائيل هي الراغبة في تحويل مسارات المياه ودخولها إلى إسرائيل. إسرائيل هي التي تذوق كل ويلات وقف في وسببها لهم جمال عبد الناصر والسادات ومبارك. هؤلاء القادة العظماء الوطنيين لم يفكروا يوما أن يدعموا إسرائيل بقطرة ماء، وإسرائيل تريد ذلك. إسرائيل تدعم سوريا بالمال وبالسلاح وبالصواريخ وبالخبرات العلمية، ونتنياهو يخطب في كل مكان مؤكدا أن الخير قادم من أثيوبيا اتجاها إلى إفريقيا كلها. في ظل ذلك ينبغي بقى على الشعب المصري أن يثق في قيادته السياسية، أن يثق في جيشه، أن يثق في شرطته، أن يثق في ذاته هو الشعب المصري. هو الشعب المصري لن يقهره أحد. الشعب المصري لا يستطيع أحد أن يقهره، لا يستطيع أحد أن ينتصر عليه. إثيوبيا في المركز رقم 63 عسكريا، إحنا في المركز 9. تمام. إثيوبيا بيننا وبينها اقتصاديا نحن في السماء وهم في الجنوب السابعة. تمام. نحن يا سيدي مصر التي ينبغي أن يطمئن بها ولها شعبها المصري العظيم الذي ما كسرته قوة أبدا. تمام. وما فكرت قوة في كسر مصر إلا وكسرها الله سبحانه وتعالى. ولن تستطيع سيادة النائب، ولن أبداً. تستطيع أبدا سيادة النائب. يمكن أنا أقول لحضرتك برضو وصحح معايا، انتخابات في ظل التوقيت ده رسالة للعالم كله، لا يشغلني أثيوبيا ولا يهمني اللي يحصل في سيناء ولا أفكر في اللي يحصل في ليبيا، كل دول انا اديرهم وهعمل انتخابات وهتجرى الانتخابات ان شاء الله. قد تكون رساله للعالم كله. هي رساله للعالم، رساله للدول الاقليميه المعاديه التي تفكر بالليل والنهار، رساله للخونه القابعين في تركيا او في قطر او في اي مكان او في اي بلد في العالم ويوجهون سهامهم، سهام الاكاذيب، سهام الشائعات، كل هذه العناصر مجتمعه او متفرقه. مصر تقول لهم لن تستطيعوا أن تكسروا إرادتنا. السياسة. نحن مستمرون، نحن قادمون، نحن سنبني دولة المؤسسات، دولة الدستور، دولة القانون، سنبني دولة اقتصادية قوية. وكما قال الرئيس السيسي للشعب المصري
ثقوا بقيادتكم السياسية ومصر ستكون شيء آخر، مصر كبيرة. الذي يريد أن يعرف قيمة مصر الآن في 5 سنوات هي عمر الحكم الرئيس السيسي حتى الآن، وهذه رسالة للمشككين ورسالة للسفهاء ورسالة للحمقى. مصر يا سيدي لديها شبكة طرق الآن عملاقة. يظن بعض الجهال أن شبكة الطرق أنشأت من أجل أن تسير فوقها المركبات فقط. لا يا سيدي. سيادة النائب رجب هلال حميدة، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. كلام من سياسي مخضرم برلماني سابق قاري كويس في التاريخ، رسالة طمأنينة للشعب المصري. شكرا لسيادتك على هذه المداخلة. معنا على الهواء مباشرة استغاثة الأستاذة إيناس من دمياط. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة إيناس. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي حضرتك. أنا كنت حضرتك، أنا اسمي إيناس عبد الوهاب من فرسكور، مدينة فرسكور تبع محافظة دمياط. تمام. دلوقتي أنا كنت شارية شقة من سنة 2018، تمام، والعمارة جالها إزالة. تمام. كل السكان اللي في العمارة جالهم شقق معدنة، وكان سبب الرفض إن زوجي مسافر دولة الكويت. تمام. طب أنا زوجي يعني عامل في راجل حداد مسلح، تمام؟ تمام. وأنا لا أملك أي وحدة سكنية تانية إن أنا أسكن فيها، وساكنة بالإيجار من يومها. طيب يعني محافظة دمياط يعني سيادة المحافظة في دمياط ما شاء الله مجتهدة ومكتبة مفتوح، حصل تواصل؟ لا، وصل التواصل دوت وقت ما كان الناس كلها متجمعة، والناس خدوا تمام في قرية جنبنا اسمها قرية الروضة، وبعد كده كانت بترفض تماما انها تقابلني اصلا مع 5 معايا، انا معايا 5 تمام زي كده بالظبط، بس انا هم قالوا هم ما يستحقوش. طب انا ما استحقتش ليه؟ طب انتوا عملتوا بحث عني؟ طب رئيس مجلس المدينه حصل تواصل معاه؟ لا، ده زعق وطردنا من مكتبه اساسا. طيب استاذه ايناس، هيحصل تواصل مع حضرتك بعد الهواء مباشره. الكنترول يا ريت ياخد تليفون الاستاذه ايناس ويحصل تواصل بعد الهواء ان شاء الله. يمكن حضرتك وانت بتسمع كده ما تخافش على مصر، في عناية الله. معانا آخر اتصال أبو ياسر من الفيوم. سلام عليكم أبو ياسر. ادخل يا عمو. سلام عليكم أبو ياسر. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور رمضان؟ أهلا بحضرتك. أنا بقى يا فندم، احنا لنا بس مصلحة كده عشمانين في ربنا خير وفي سعادتك. اتفضل حضرتك. احنا من عزة فرحات من الفيوم، ومقدم لولادي على الغاز من 2 سنين، واخدين مني 14,000 جنيه. سعادتك وجارك ابو الماسورتين في الشقه، ولحد الان كل يوم بكره بعد والشهر الجاي بعد شهر ان شاء الله هتركب، وزهقنا مش عارفين نعمل ايه. ابو ياسر تديني بس العنوان في اي مركز؟ انا في عزبه فرحات بندر الفيوم يا فندم. عزبه فرحات بندر الفيوم. اه طيب ان شاء الله بكره صباحا في اجتماع مع المهندس محمود حسن، وان شاء الله بعد الهواء اتابع مع حضرتك اعرف الموضوع، وان شاء الله بكره بينا اتصال ان شاء الله. شكرا لك ابو ياسر. يمكن بعد الاسمناء ده كله اطمنوا على مصر. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ستظل مصر في الريادة، ستظل مصر في القيادة، ستظل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى رايتها مرفوعة بفضل الله، ثم بفضل جيشها، ثم بفضل أمنها، ثم بفضل علمائها، وبفضل أطبائها، وبفضل شبابها، وبفضل محبيها. مصر دولة لكن ليست دولة مثل دول العالم، هي دولة قلب العالم. شاء من شاء، أبى من أبى، ستبقى مصر في القيادة، ستبقى مصر في الريادة. شاء من شاء، أبى من أبى، مصر قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.